السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لسلسلة فيديوهات الـ RTN 900، هنبدأ النهاردة نتكلم على كروت الـ IF. هنبدأ نتكلم على أنواع الكروت الـ IF بكل فيرجن، وهنتكلم برضو على زي ما احنا متعودين على الفانكشن بتاعت كل كارت، وعلى السلوت لوكيشن، وعلى الليد انديكيشن بتاعتها، وهنتكلم على كل اي اف بي بي بيسبورت البروتكشن ازاي. طبعا احنا هنتكلم زي ما احنا شايفين كده، هنتكلم على الاي اف 1، ده اول فيرجن، الاي اف يو 2 والاي اف اكس 2. طبعا الثلاثه فيرجن دول عادي بيركبهم في ال 910 وال 950، مفيش أي مشكلة. أول كارت زي ما احنا شايفين قدامنا كده اللي هو الـ IF1، والـ IF1 ده زي ما احنا شايفين شكل الكارت. الـ IF1 ده بيركب فيه 910 و950 زي ما قلنا. البروتكشن بتاعته بيسبورت 1 بلس 1 هوت ستاند باي، وفريكوانسي دايفرستي وسبيس دايفرستي، وبس مش بيسبورت الاكس بيك. تمام، هي دي تقريبا الفانكشن. طبعا لو احنا بصينا ديت على الانترفيس بتاعه، ده الليد انديكيشن، ده الباور او الدور، وده بورت الاي اف اللي بيركب فيه كابل الاي اف. طبعا ده بيشتغل على التي دي ام، بيشتغل على الاس دي اتش والبي دي اتش بس، ولكن الايثر ما بيشتغلش عليه. فبالتالي لو احنا عندنا باكج ما او ايثر كونكشن، ما مش بنستخدم الاي اف 1. السلوت لوكيشن بتاعت الاي اف 1، لو احنا اتكلمنا في ال 910 واتكلمنا قبل كده في موضوع السلوت ده، هنلاقي سلوت 3 وسلوت 4، ده بيبقى بيركب في الكارت الاي اف 1 ما فيش ادنى مشكله. اما في ال 950 فاحنا عندنا 7 و8 دول بيركب فيهم الكنترول، اما سلوت 1 و2 و3 و4 و5 و6 ايا كان بيركب فيهم الاي اف 1. ولو حبينا نعمل بروتكشن فاحنا اتكلمنا قبل كده، قلنا ال 1 و2 دوت بيرد، يعني ممكن نعمل ما بينهم بروتكشن، و4 و6 ده بيرد ممكن نعمل بروتكشن ما بينهم، و3 و5 ده بيرد ممكن نعمل بروتكشن بينهم. الانترفيسز بتاعت الاي اف 1، احنا زي ما اتكلمنا من شويه كده على شكل الكارت 1، ده الاي اف انترفيس، ده بيركب فيه كابل الاي اف، ده السويتش بتاع او الدور باور اون اوف، وده الليد انديكيشن بتاعته. لو احنا بصينا هنا كده هو ده اون اوف، وده الليد انديكيشن هنعرفها دلوقتي، وكل ليد بيمثل ايه وبنستخدمه ازاي في الترابل شوتينج. تمام، اون ده الليد انديكيشن. لمبه الستيت زي ما اتكلمنا قبل كده، ده لمبه الستيت ديت هتبقى جرين يبقى الكارت شغال نورمال، اما لو هي ريد يبقى الكارت فولتي، اما لو هي طافيه او هي جراي كده بيبقى الكارت مش وصل له باور، او مش متكريت، او مش منضاف على البوردة. يعني لو احنا مجرد بس حطينا الكارت وما ضفناهوش ما بيديش اي انديكيشن ان هو وصل بالبوردة، مجرد ان انا اضيف اقول اعمل له اد بورد فبيبدا يديني لمبه الستيت دي تبقى جرين. لمبه او الليد بتاعت السيرفيس SRV لو هي جرين بيبقى السيرفيس شغاله نورمال، لو هي ريد يبقى في كريتيكال او ميجور الارم،
بسبب سيرفيس، ممكن يكون السيرفيس ده مشكله في الاوتدور، ممكن يكون مشكله في عندك ايوانيه واقعه في السايت اللي انت فيه، ممكن في برضو اي سيرفيس وقع على الكارت هيبقى فيه مشكله. اما هي لو يلو او لونها اصفر يبقى فيه مشكله ريموت الارم، ممكن يكون في الفيسنج. عندنا لمبة مهمة جدا جدا جدا، لمبة الاوديو. لمبة الاوديو، لمبة الاوتدور ديت لو هي جرين يبقى الاوتدور شغالة نورمال مفيش مشكلة، اما هي لو هي ريد يبقى في مشكلة في الاوتدراية، ممكن تبقى الاوتدراية فولتي، ممكن يبقى في مشكلة في الباور، هي مش بتريسيف باور، ممكن تكون الار اس ال عاليه، ممكن عاليه مش يعني عاليه اللي هي اوف خالص، مش بتريسيف ذا باور، يعني هي مش عاليه سالب سالب مثلا 60 سالب 70، لا ده هي مش بتريسيف اي باور خالص واقعه. ممكن يكون الفيسنج اصلا فاصل، برضو كل ده بيدي انديكيشن ان اللمبه دي تبقى حمراء. لو هي يلو يبقى فيه ماينور الارم على الاوديو. طيب الار ام تي انديكيشن، الار ام تي انديكيشن ده لو احنا عندنا بتفلاش مره كل 300 مللي ثانيه يبقى احنا في مشكله في الار اس ال الاوت دور بتريسيفد الار اس ال اقل من المطلوب، تمام، او ممكن بتفلاش داون كمان، ممكن لو الار سي ال بتاعي لو تنزل هتلاقي برضو اللمبه ديت بتدي انديكيشن. الاكتف لو احنا عندنا كارت اي اف واحد مين واحد ستاند باي، فانت هتلاقي واحد منهم جرين، فده معناه ان ده الكارت ده اكتف وهو ده اللي شغال المين. اما لو الكارت لقيته جراي كده او فاصل او لمبه الاكتف فاصله يبقى الستاند باي فاصل مش شغال، او يبقى الكارت ده ستاند باي. تاني فيرجن او تاني كارت هنتكلم عليه الاي اف يو 2، والاي اف يو 2 ده يعني اللي بيميزه عن الكارت الاي اف 1 ان هو هايبريد، يعني بيسبورت الفايبر الاس دي اتش والبي دي اتش الاي 1 والايثر، ونفس الفانكشن بتاعت الاي اف 1 بيركب في 910 و950. البروتكشن هوت ستاند 1 بلس 1 هوت ستاند باي وفريكوانسي دايفرستي، ما فيش مشكله نفس الاي اف 1 ولكن مش بيسبورت الاكس سبيك. السلوت لوكيشن بتاعت الكارت ده زي ما احنا شايفين هو نفس السلوت لوكيشن بتاع الاي اف 1 في 3 و4 في 910 و 1 و2 و3 و4 و5 و6 في 950. زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان هو بيسبورت الفريكوانسي دايفرستي والسبيس دايفرستي ولكن مش بيسبورت الاكس ميك. واتكلمنا قبل كده برضو ان احنا عندنا السلوت 1 وسلوت 2 في 950 ده بيرت، تمام، عشان تعرف تعمل بينهم بروتكشن، و 3 و6 3 و5 و4 و6 ده بيرت، تمام، والاثنين سلوت دولت زي ما احنا شايفين كده كانوا فيهم الكنترول كارد. ده شكل الكارت الاي اف يو 2، ده بورت الاي اف كيبل، ده السويتش الباور اون اوف، وده الليد انديكي او الليد انديكيتور بتاعت الكارت زي الاي اف 1 بالظبط.
طبعا احنا شفنا هنا مفيش هنا بورت ايثر، لان الكارت ده مش يعني مش بيوصل فيه كهاردوير ايثر، اما الكونكشن بتتم عن طريق الباك بلين والسوفت وير، مفيش بورت ايثر. هو بيسبورت الايثر ولكن كسوفت وير، مفيش هاردوير كونكشن زي الاي اف اتش 2 اللي موجود في 620. اخيرا الاي اف اكس 2، الاي اف اكس 2 ده هو نفس الفانكشن بتاعت الاي اف يو 2، ولكن بنضيف عليها البورتين دولت اللي هم بتوع الاكس بيك. فاحنا هو نفس الفانكشن بيسبورت الاس دي اتش والبي دي اتش والاي 1 ونفس البروتكشن اللي هي سبيس دايفرست، سبيس دايفرستي، فريكوانسي دايفرستي، هوت ستاند باي بلس الاكس بيك. حتى هتلاقي فينا ليد انديكيتور زي دهوت اللي هو لمبه الاكس بيك. السلوت لوكيشن بتاعت الكارت ده هي نفس السلوت لوكيشن بتاعت الكارت اللي هو الاي اف 1 والاي اف يو 2 وبرده الاي اف اكس، نفس القصه، ولكن احنا بنضيف ان الكارت ده نقدر نعمل عليه البروتكشن اللي هي الاكس بيك. طبعا الاكس بيك مش بروتكشن، لا ده بيزود السيرفيس. يعني اذا كنا مثلا الداتا المبعوثه على الدايركشن ده على البند ده وعلى الفريكوانسي ده اكس، مجرد ان احنا نعمل اكس بيك ممكن نضيف الداتا دي نخليها 2 اكس، لان احنا بنضيف نفس الداتا على نفس الفريكوانسي ولكن ببولاريزيشن مختلفه. ونعرف الكلام ده في المستقبل في البروتكشن ان شاء الله. ده شكل الاي اف 1، الاي اف اكس 2 ده بورت كابل الاي اف، ده البورت بتاع الاون اوف بتاع الباور اوت دور، وده الاثنين الان الاكس ان والاكس اوت ده بتاع الاكس بيك. ده احنا لما بقى عندنا اثنين كارت عاوزين نوصل الاكس بيك بيبقى فيه كابلين كده، كابلين دولت بيوصلوا ان باوت وان باوت، والكارتين بيكونوا شغالين واثنين اكتف. عاوزين بعد بس ان ايه الملحوظات كده واحنا بنتكلم عن واحنا بنركب كارت الاي اف، سواء كان الاي اف ده يو 2 او اي اف اكس او اي اف اتش 2، ايا كان كارت الاي اف، لازم واحنا بنركب كارت الاي اف لازم السويتش ده يكون اوف، تمام؟ واحنا بنركبه، لو احنا ركبناه وهو اون بيبقى فيه احتماليه ان يحصل فيه مشكله في الكارت او في الباك بلين عموما. فانت تخلي بالك ان ده الكارت ده ان السويتش ده يكون اوف واحنا بنركب الكارت بتاع الاي اف يو 2 او الاي اف عموما. برضه واحنا بنركب كابل الاي اف لازم نخلي بالنا ان السويتش ده لازم يكون مفصول. طبعا هو هنا مشغله على الاون، فده معناه ان ممكن يحصل فيه مشكله، فبيقول لك ده غلط. الصح انك تخليه على الزيرو اوف وبعدين تركب وبعدين توصل. طبعا انت ما توصلش في الجزء بتاع الاي اف والجزء بتاع الاوتدورايه ما وصلش لسه وبعدين تشغل، لا ده انت هتوصل تحت في كارت الاي اف وتطلع على البرج توصل الكابل الاي اف في الاوت دور، وبعد كده تبدا تشغل السويتش. طبعا وانت قبل ما توصل كابل الاي اف انت بتحاول تشيك الكابل، لو في شورت سيركت ولا حاجه هيحصل في مشكله، لان الكابل ده بينقل تسالب 48 فولت، يعني ممكن لو حصل قفله يتاثر على الكارت او على المجازينه كلها. فانت بتعمل حاجه، بتعمل تشيك كده بالافو كبزر تشيك، بتشوف ان في شورت سيركت في الكابل في التوصيل اللي انت موصله للكونكتورات. لو ما فيش مشكله ولا حاجه فانت خلاص اوكي، بتتم موصل او الدور والاي اف وبعدين تشغل الباور.
الجزئية ديت احنا بس ايه حبينا نوضح حجم الكارت او وزن الكارت والباور كونسامشن اللي بيستهلكه، عشان في ساعات اللي هو الباور تيم بيحتاج الكلام ده عشان خاطر يحاول يشوف لود السايت، عشان لو حب يضيف بطاريات عشان يسكيور السايت لو في مشكلة في الباور. فاحنا لو بصينا كده طبعا كل كارت يعني ده ماكسيمم باور، ماكسيمم كونسامشن باور، فيعني 19 واط في الكارت ده ماكسيمم كونسامشن وباور. انا بس في حاجه عاوز بس اعلق عليها، ان احنا في عندنا الفانا الكونسامشن باور بيقول لك ده في حاله الروم تمبريتشر، يعني لو درجه الحراره زادت ف درجة الحرارة أو الكونسومشن بتاع الفان بيزيد، بيوصل 17 يعني 2.3 في الحرارة العادية حرارة الغرفة. لو درجة الحرارة زادت فطبعا الفان بتبدأ سرعتها بتزيد حسب درجة الحرارة اللي هي موجودة فيها عشان خاطر تبرد الكود. الشكل ده او الصوره ديت بتوضح بس ايه يعني ملخص الكروت اللي احنا اتكلمنا عليها. فاحنا عندنا الاي اف يو 2 ده هايبريد، يعني بيسبورت الاس دي اتش والبي دي اتش، الاي 1 والفايبر والايثر. الاي اف اكس 2 ده بيسبورت الاس دي اتش والبي دي اتش والاكس بيك والاي 1 طبعا. الاي اف 1 ده تي دي ام بس بيسبورت الاس دي اتش والبي دي اتش. عندنا الاي ام 6 تي والاي ام 6 اف. الاي ام 6 تي لو احنا بصينا على الفيتشر بتاعه او الشكل بتاعه هنلاقيه فيه 4 فاست ايثر و2 جيجا ايثر والاثنين ار جي 45، يعني كلهم كابل ايثر بيوصل بيهم. في عندنا الاي ام 6 اف طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه ده الاي ام 6 تي. الاي ام 6 اف ده بيختلف على الاي ام 6 تي في بورتين الفايبر، فاحنا هنلاقي فيه 4 فاست ايثر ار جي 45 و2 جيجا ايثر ولكن بفلاشه فايبر اللي هي اس اف بي. الكارت اللي بعد كده كارت الاي 1 اللي هو الاس بي اس دي اس، وده 16 اي 1 بورت واحد. اما طبعا اس بي اس دي اس سنجل، اس بي اس دي دي دبل، فده في 32 اي 1 بورتين، يعني واحد 16 ومن 17 ل 32. الاس ال 1 دي ده في 2 اس تي ام، واحد اتنين. الاكزيلري ده في 950 بس، والسي اس اتش زي ما اتكلمنا عليه قبل كده ده شغال هايبريد، والسي اس تي شغال تي دي ام بس، ده كروت كنترول للاي لل 950، ما بيركبوش الاثنين دولت في 910، لان احنا اتكلمنا قبل كده في 910 في الكروت كنترول بتاعتها وعرفنا هي ايه بالظبط. السلوت لوكيشن يعني ده برضو ملخص للسلوت لوكيشن دي الكروت. احنا قلنا السي اس اتش والسي اس تي ده بيبقى موجودين فين في ال 950، فاحنا عرفنا ان هو في سلوت 7 وسلوت 8. الاكزيلري بيبقى موجود في اي سلوت تاني. الاي اف يو 2 غير طبعا 7 و8 دولت محجوزين للكنترول. الاي اف يو 2 والاي اف اكس 2 والاي اف 1 والاي اف 1 كل ده من 1 ل 6، اي سلوت في دول تمام. طبعا زي ما قلنا اي اف يو 2 ده هايبريد، اي اف اكس 2 اكس بيك زائد هايبريد، اي اف 1 ده تي دي ام يعني هو فايبر و اي 1 بس.
الـ AM6T و6F ده نفس القصه من 1 ل 6، نفس اللي بيحصل في الاي اف يو 2 والاكس 2 والاي اف 1 تمام. والاس بي 3 اس والاس بي 3 دي زي ما اتكلمنا دلوقتي برضو نفس البورتات، والفايبر برضو نفس البورتات او سلوت، السلوت نفس السلوت. عندنا كارت الباور البي اي يو ده في سلوت 9 و10 اللي هم دول محفوظين للباور وما فيش حاجه تركب مكانه. سلوت 11 ده محفوظ للفان وما فيش حاجه تركب مكانه. كده خلاص انتهينا من الجزئيه بتاعت الكروت في الار تي ان 900. ان شاء الله السيشن القادم هنتكلم على الكونفجريشن وهنبدي مقدمه بسيطه عن ال 980 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله، نسالكم الدعاء.